الصحيح في هذا وما عليه جماهير أهل العلم وجماهير أهل السنة أن السحر ينقسم إلى قسمين، إلى سحر التخييل اللي هو موجود معنا في هذه الآية، اللي هو يعتمد على وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعتمد على التخييل وعلى أنه يخيل لمن يشاهد أن هناك سحرا، ده نوع من السحر ليس له حقيقة إنما يسمى سحر التخييل. النوع الآخر بقى له حقيقة ويؤثر، وهذا أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى، وأمرنا بالاستعاذة من السحر ومن السحرة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد. شر النفاثات في العقد هن السواحر، الساحرات يعني، كنا يعقدنا كده العقد ويقعدوا ينفسنا فيها كده بريق وهوى ويسحرون بها الناس. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إذن هناك هو سحر بيقع طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى لكن المقصد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ من شر الساحرات اللي هم النفاثات في العقد، وفي سورة البقرة كما بينا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر التخييل وهو اللي معنا هنا، وسحر حقيقي يؤثر إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يؤثر. والسحر كله حرام، السحر كله حرام.